السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا شباب للجزء الخامس من الوحده الثانيه، واتفقنا ان كل وحده هتبقى متقسمه لخمس اجزاء، وده الجزء الخامس الخاص بالاختبار على الوحده كله. لو انت اول مره بتتابعني دلوقتي هتلاقي ان شاء الله سايب لك في الوصف الاربع روابط بتوع الاربع اجزاء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اللي فيها شرح الكلمات والقواعد واسئله الكلمات والقواعد. كمان هسيب لك رابط لقائمه تشغيل كامله لو حابب تبدا من الاول خالص في الوحده الثانيه. كمان الوحده الاولى هسيب لك الرابط بتاع القائمه بتاعتها علشان تبقى متابع معايا. يلا بقى نروح نحل مع بعض ونرجع لبعض تاني. Number one في التست بتقول without good not of schools the standard of teaching suffers. من غير discipline، من غير نظام والتزام بالنظام، المعدل بتاع التدريس هيقل. Letter D هي الإجابة الصحيحة. Have you heard عمرو's new album؟ سمعت الألبوم الجديد بتاع عمرو؟ Yes I bought it yesterday. أيوة أنا اشتريته مبارح. ليه؟ حد يقول لي طب ما هاف اهو المفروض يس اي هاف مش كده؟ هقول له لا، بس يسترداي في الاجابه بتخليك تتغير الزمن وتتكلم في زمن الماضي. بوت ليتر دي. 3 علاء نوت اكشن فيلم سينس تشايلدود هي واتشز افري نيو وان. علاء بيشاهد او بيستمتع بالافلام الاكشن منذ الطفوله. سينس خلاص، سينس يبقى زمن مضارع تام، يبقى هاز اولويز انجويد. Number 4 young people are more not for protecting their country than older people. الشباب هم اللي مسؤولين عن حماية دولتهم اكتر من الكبار. Responsible for letter D، يعني مسؤول عن responsible letter D. It's the first time I not to write such long homework. It's the first time I have ever. اتفقنا ان it's the الصفة ويستي أو the most والصفة أو the first أو the second، الحاجات دي بتيجي دايما مع ever، have ever had، have ever had زمن مضارع تام طبعا. Number 6 that is the sixth cup of coffee you not today. ده سادس فنجان قهوة تشربه. Have had، have had today. Letter A هي الإجابة الصحيحة. Number 7 the players were given not instructions، تعليمات حازمة. not to leave the hotel before the match. strict، strict يعني حازم. strict letter C هي الإجابة الصحيحة. the number of women who have ever used the internet not by more than 60% since 1995. عدد السيدات اللي بيستخدموا الإنترنت ازداد وارتفع منذ عام 1995. أنا اللي يهمني في الموضوع كلمة since اللي قبل 1995 دي، يبقى احنا بنتكلم في زمن مضارع تام فيبقى has increased. letter C. I highly recommend this book. انا برشح لك الكتاب ده جدا. it has really not my thinking. اثر على تفكيري about social problems، في المشكلات الاجتماعية. influenced، influenced يعني اثر. letter B الاجابة الصحيحة. number 10 how not over the past 10 years. over the past 10 years يعني بيتكلم في زمن مضارع التام، ويبقى احنا طبعا عشان سؤال يبقى how has your life changed over the past 10 years. has your life changed. letter D. 11 since he became a pilot my brother not 30 flights to different destinations. الى وجهات وصول مختلفة. 30 رحلة طيران. اخويا من ساعة ما بقي طيار عمل 30 رحلة طيران لجهات مختلفة. طبعا انا عندي سنس اللي في اول الكلام تدل على زمن مضارع تام، فبالتالي اختار has made. letter B. 12 if something is worthwhile، لو في حاجه جديره باهتمام. you not، ده معناه ان انت بتكسب منها حاجه. you gain، هتكسب something from it. gain يعني يكسب شيء معنوي. letter D. رمسيس الثاني not over ancient Egypt for more than 50 years. حكمة ruled over، حكمة مصر ruled over. letter D يعني حكمة مصر أكتر من 50 سنة. two firefighters have been honored for their courage. اثنين من رجال المطافي أو الإطفاء تم تكريمهم على شجاعتهم. the antonym of honored is not. يعني عكس honored عكس تم تكريمه هنختار letter A insulted. insulted insulted. detective novels الروايات البوليسية are not he enjoys reading. هي ما يستمتع بقراءته. what يعني ما. what
are what he enjoys reading. حد يقول لي طب which عشان غير عاقل، اقول لك لا طبعا احنا لسه ما شرحناش الموضوع ده، بس ما ينفعش which لسبب، لان بعد are ده فعل، فما ينفعش اكتب are which، which بتكتب بعد الاسم الغير عاقل على طول، لكن هنا تكون ما يحب ان يقرا. what I can't stand people، لا استطيع ان اتحمل الناس. can't stand يا شباب يعني لا يستطيع ان يتحمل، مش لا يستطيع ان يقف. I can't stand people throwing rubbish in the street. ده تعبير على بعضه بيجي بعد الفعل ing. I can't stand بيجي بعدها الفعل ing على طول، throwing letter B. ودي القطعة اللي بتكلم عن المدارس والمودرن سكولز وشكل المدرسة المفروض تكون ايه. قطعة سهلة جدا مش محتاجة طبعا انها ترجمها. دي الفقرة الاولى اقراها، ممكن توقف وتقرا براحتك وبعدين تكمل الفقرة التانية. والأخيرة الثالثة والأخيرة، دي الثلاث فقرات بتوع القطعة. يلا نروح نشوف الإجابات بتاعة الأسئلة بتاعته. السؤال الأول في القطعة بيقول What should we acquire؟ ماذا يجب أن نكتسب from school apart from، بعيدا عن learning different subjects، إيه المفروض نتعلمه من المدرسة بعيدا عن التعلم الدراسي المواد الدراسية. لو قريت القطعة كويس ومن غير ما تقرأ القطعة، يعني حاجة واضحة جدا letter A هي الإجابة الصحيحة. We should acquire good manners، تعاملات كويسة، نتعامل كويس، طرق كويسة في التعامل، and correct behaviors، وتصرفات صحيحة. How many learners should the classroom have؟ القطعة بتقول انه المفروض ما يزيدش العدد عن 30، فاحنا هنمشي مع القطعة. كم عدد المتعلمين اللي المفروض يكونوا في المدرسة او الكلاس روم في الفصل؟ هنقول letter B the number of students shouldn't exceed 30 pupils. دي الإجابة الموجودة في القطعة، عدد المفروض لتربيه العدد المفروض ما يعديش او لا يزيد عن 30. How should the materials taught to students be؟ المواد اللي بتدرس للطلاب المفروض تكون ايه؟ should to be المفروض تكون ايه؟ طبعا نتكلم عن الحاجات اللي المفروض يدرسها الاطفال، المفروض ان هي تتماشى مع اعمارهم وعقولهم. letter A على حسب القطعة برضو، they should cope with the students' ages and minds. Number four, what does the underlined word spacious means؟ كلمة spacious الموجودة في القطعة معناها ايه؟ معناها انه كبير وهاوي، large and airy، يدخله الهواء يعني. letter C هي الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس بيقول what kind of rooms should a modern school consist of؟ ايه نوع الغرف اللي المفروض المدرسة تتكون منها؟ طبعا مكتوب في القطعة ان المدرسة المفروض يكون فيها healthy and well ventilated rooms، غرف جيدة التهوية. السؤال اللي بعده طبعا هنكتب الاجابات بعد ما نخلص الاسئلة الاربعة، هنكتب اجابات الاسئلة الاربعة مع بعض. What should a big library in a modern school have؟ المفروض يكون في المكتبة الكبيرة في المدرسة الحديثة يكون موجود فيها ايه؟ two things at least، كلنا حاجتين على الاقل. مكتوب في القطعة ان a big library full of up to date books، لازم كتب تكون up to date حديثة جديدة، dictionaries قواميس، magazines مجلات، newspapers جرايد وهكذا. How do you think the number of students affect the relationship between the learner and the teacher؟ mention two points. ازاي العدد هيأثر على العلاقة ما بين المتعلم والمعلم؟ هو بيقول ان المفروض العدد ما يزيدش عن 30، اوكي المفروض ما يزيدش عن 30 متعلم في الفصل، لان if it is less than 30، لانه لو اقل من 30 it gives the teacher a chance، هتدي فرصة للمعلم better chances to have direct contact، ان يبقى فيه تواصل مباشر او relationship with the students، and they will be able to، هيكون هم قادرين ان هم المعلمين هيكونوا قادرين ان هم teach the students، يعلموا الاطفال better things and better behaviors، not only the materials او the subjects. In your opinion, how can we make schools be attractive for students؟ ازاي نخلي المدارس جذابة بالنسبة للطلاب؟ Schools should have a lot of parks، حدائق، libraries، مكتبات، and students should do everything with their hands themselves، بأنفسهم. المفروض الطلاب يعملوا كل حاجة بأنفسهم in libraries and at schools. ودي إجابات الأسئلة.
طبعا السؤال الثامن اجابته زي ما قلت لك schools should have a lot of parks and libraries and laboratories. Translation: one of the most important aims of education is to build up an Egyptian citizen with who is able to create a productive society. It also aims at preparing a generation of scientists serving humanity. واحد من أهم الأهداف important aims يعني الأهداف المهمة of education للتعليم is to build up an Egyptian citizen هي بناء مواطن مصري who is able to create a productive society قادر على خلق مجتمع productive منتج. It also aims at preparing a generation هو أيضا يهدف لإعداد جيل of scientists جيل من العلماء serving humanity يخدموا البشرية. هنكتب طبعا الإجابة بعد ما نخلص. يجب أن يكرم الكتاب والعلماء المتميزون في المجتمع بمنحهم الجوائز والأوسمة وإظهارهم في وسائل الإعلام حتى يكونوا قدوة صالحة للأطفال والشباب. هنبدأ في الأول بالعلماء والكتاب المتميزين وبعدين يجب أن يكرموا brilliant writers and scientists in society ده الفاعل وبعدين يجب أن يكرموا should be honored. إزاي؟ بمنحهم by giving them جوائز prizes وأوسمة and awards وإظهارهم في وسائل الإعلام and showing them in mass media حتى يكون لكي يكونوا يبقى ممكن نقول so that they can be قدوة صالحة a good model للأطفال والشباب for children and young people. يبقى نقول الإجابة على بعضها تاني brilliant writers and scientists in society should be honored by giving them prizes and awards and showing them in mass media so that they can be a good model for children and young people. دي الإجابات ودي ترجمة هنعتبرها واجب لغاية ما اشوفكم الحلقة الجاية عشان هجيب لكم الاجابات بتاع الترجمة دي وكل حلقة اديكم واجب كده تحلوه والحلقة اللي بعدها ان شاء الله اديكم الاجابات بتاعتها. وبكده شباب تكون انتهت الوحدة التانية وانتهى الجزء الخامس طبعا بتاع الامتحان. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الجزء الخامس ومن الوحدة عموما وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتتابع معايا ان شاء الله المنهج والريفيجن بعد المنهج باذن الله. تنساش كمان تشير الفيديو لكل اصحابك عشان الفايدة توصل للجميع وما تنساش تسيب لايك علشان ده بيشجعنا طبعا ان احنا نشتغل وتسيب الكومنت بتاعك علشان اشوف حضراتكم محتاجين ايه وانا تحت امركم. اشوفكم الحلقة الجاية الى اللقاء.